قوي ده. القافلة اللي احنا متوجهين لتقديم الخدمة من خلالها مقدمة من مؤسسة زايد لذوي الهمم، وزارة الشباب والرياضة، حملة شبابها، وجمعية رسالة. احنا رايحين حاليا على مركز شباب قوم المنصورة، رايحين بنستهدف قافلة طبية شاملة بتضم من 12 ل 15 تخصص طبي بجانب معمل التحاليل طبعا وصيدلية لصرف روشتات الأدوية. معانا تخصصات بشري، جميع التخصصات سواء كان رمد أو بطنة أو أنف وأذن أو أطفال. في شباب بيعملوا تسخيف صحي وحملات توعية. جايين النهاردة أسيوط علشان نكشف عن أهم أمراض سوء التغذية اللي بتقابل أطفالنا. إحنا دورنا بنيجي نساعد الدكاترة ديت، نقف تنظيم على العيادات. إحنا بنحاول بقدر المستطاع نكتشف الحالات الصعبة، وإحنا طريقتنا بنحولها على المستشفيات عشان نكمل لها حالاتها بالطريقة الصح. القوافل بتستهدف جميع الفئات وجميع الشباب. النهارده حبينا نقول لأسيوط وحبينا نقول للجمهورية كلها إن شباب بينظم شباب، تنسيق مع مديرية الشباب والرياضة، مع كافة الجهات، مع الصحة، مع التعليم، مع الأمن، لتنظيم القافلة بالوضع اللي أنتم شايفينه دلوقتي. إحنا هننفذ في أسيوط والقصية وأبنوب المستهدف 11 مركز إداري داخل المحافظة. بدأنا أول قافلة كانت في الفيوم، ودي تاني قافلة ست كرة في أسيوط. إحنا بنقدم 14 تخصص مختلفين، وبنقدم تحاليل مجانية، كشوفات مجانية، وفي صيدلية توفر حوالي أكثر من 90% من أنواع العلاج مجاني بالكامل، وحدة رمد كاملة مجانية بالنظارات، على قد ما نقدر يعني بنستهدف أكبر عدد ممكن من الأهالي. جايبة الناس معايا عشان يكشفوا، بس بعد ما شفت الحاجة والنظام الحلو والكشف والدكاترة الاهتمام بتاعهم والنظام بتاعهم وكد ايه مدى اهتمامهم بالناس والعلاج متوفر، انا قلت لازم اكشف. انا عايز اكشف بجميع التخصصات، اكشف رمد ومسالك بولية، وامانة حاجات حلوة خالص بعد اللي انا شفته والاهتمام والعلاجات. اشكر جمعية رسالة بامانة ومؤسسة زايد والشباب الحلوين كده والنظام اللي منظمينه، حاجة تفرح بصراحة. سمعت إن في كفلة طبية في مركز الشباب بقوم المنصورة، فجيت عشان أكشف جراحة ذو الهمم. استقبلوني استقبال كويس وخدموني أحسن خدمة. أنا بشكر مؤسسة زايد عشان كشفوا عليا وقدموا لي علاج بالمجاني. أنا سمعت والله من خلال الانتشار على الفيسبوك والاتصالات عبر الهاتف إن في حملة قادمة من مؤسسة زايد ومؤسسة رسالة وبالاشتراك مع وزارة الشباب، قادمة إلى مركز شباب قوم المنصورة للكشف الطبي على بعض الأمراض، وهذا من مؤسسات الدولة التي ساعدت بها الكرة التي تحتاج إلى هذا العلاج، لتنتقل الكرة التي بها مثلا حالات فقر شديدة وحالات تحتاج إلى هذه المساعدة ويقومون بمساعدتها. سمعنا إن في قافلة طبية في النادي الشباب والرياضة، خدنا بعضينا وجينا، جبت عبد الرحمن معاي نكشف باطنة. سمعت إن هو في كشف باطنة. جيت دلوقتي بشوف والحمد لله كويس واستقبلنا استقبال حلو. وأنا جيت هنا استقبلونا استقبال حلو، الدكاترة استهمت بينا والحمد لله. النهارده اليوم الاول في مركز شباب جسر عمارنا، جات لنا فكره القافله الطبيه ان احنا نساعد الناس وان احنا ازاي نوفر لهم حاجات مجانيه. ممكن بيحصل حاجات مجانيه بس مش بالكفاءه اللي هي حاصله دلوقتي. كمان في التخصصات كلها يعتبر موجوده، في الاسنان كل حاجه متوفره، في المعمل التحاليل كلها مجانيه، يعني في تحاليل بره بتتعامل بمبلغ وقدره، هنا التحاليل كلها مجانيه وكل حاجه مجانيه، كشف وعلاج وتحاليل. بنحاول نوفر على قد ما نقدر للناس. يعني
يقول الحمد لله قدمت العيادة بالمجان. احنا جينا اسيوط هنا، دي رابع او خامس مره لينا في اسيوط. تقدر تسمع عننا من اول السلوم لحد مطروح لحد حلايب وشلاتين. وصلنا لسينا، بئر العبد، رفح، كل الاماكن دي تقريبا بطول خط النيل وطول خط البحر الاحمر. احنا عملنا قوافل وعملنا كامبات واشتغلنا كتير قوي عشان نقدم خدمه طبيه تليق بكل المحتاجين وبكل الناس في مصر. المحافظات البعيده طبعا بننزلها كامبات، يعني لان احنا بنكون في القاهره فصعب علينا ان احنا نيجي مثلا زي اسيوط نيجي يوم واحد قافله ونمشي. القوافل دي بنعملها في الاماكن اللي هي ايه القريبه، يعني مثلا زي بني سويف، المنيا، الفيوم. الاماكن دي ممكن نقدر ننزلها يوم واحد ونرجع تاني القاهره، انما المناطق البعيده جدا دي بننزلها على الاقل 3 ايام. كلمني موظف من الشباب والرياضه، قال لي في حمله تبع مؤسسه زايد ورساله تمام مع الاشتراك مع وزاره الشباب والرياضه. فانا بدوري كمسؤول جمعيه خيريه جبت بعض الحالات اللي هي مستحقه للكشف وللعلاج تمام، وتم الكشف على بعض الحالات، في اكتر من 11 تخصص موجود مع العلاج والتحاليل والاشاعات. مس غاده في الجمعيه اللي بناخد فيها تخاطب دي قالت في لجنة طبية، جيت بكشف شوف عظام هنا، واشكر الحملة يعني العلاج مجانا والكشف مجانا. دي ايديني تعباني قوي ودي سخونة جامدة ستدليها في الارض. بص يا عم دي خشونة، دي خشونة قلت طيب انا هديك علاج ليها هتتحسن ان شاء الله. الله يبارك لك. ماشي الله يبارك لك. بس انا هستاذن حضرتك، بس ده هتعمل لي تحليل، ده هو تحليل الهول وتحليل الاملاح. هنا كل حاجه هنا مجانا. مبادرة من مؤسسة زايد لتقديم الخدمات الطبية والكشف المجاني لأفراد القرية ككل. عملنا إعلان في القرية وفي مركز الشباب وفي المدرسة وفي الكنائس وفي الجوامع، وديك زي ما أنت شايف حضرتك الإقبال من الناس. دايما في كل مكان بدون تنظيم لا يوجد نجاح، يوجد تنظيم يوجد نجاح. فإحنا النهاردة كل واحد هياخد المهمات بتاعته، مثلا عندي 2 هنا على البوابة. طبعا احنا نظمنا النهارده في اليوم على كل عياده، وزعت فرد من لجنه التنظيم على كل لجنه، والنهارده عندنا اكتر من 14 تخصص في عيادات اسنان ورمد وعندي عظام في كذا تخصص، وموجودين طبعا العلاج بالمجان بعد الكشف على طول، وعندنا برده في العمليات يتم بعدها على طول من اسبوع برده لثلاث اسابيع يوفروا ليهم عمليات وبيتصلوا بيهم فورا على طول. جنى بتشتكي من ايه؟ دي في حاجه ثانيه؟ بتهرشي فيها؟ لما كانت طلعت بعملها عادي. ماشي بصي دي ثانيه، دي عدوى يعني عدوى قطريه كده، فانا هبتدي الدهان اديني مرتين. ماشي هو بس مش ألف سنة. زي ما انت حكيت، لحظة واحدة، بص قدامي بص قدامي. تمام يا حبيبي، هنعمل لك النضارة. ماشي اسبوعين بالظبط، اسبوعين. الاستاذ اصلا اللي جايبين الشركه دي نعم من اسيوط عشان تسلمهم في اسرع وقت. سمعت ان في قافله طبيه جايه القريه تكشف مجانا،
ونزلت اكشف. دخلنا استقبلونا كويس وقعدونا على الكراسي وقالوا لنا الدكاتره تيجي وهنقوم نكشف. بشكر جمعيه رساله ومؤسسه زايد ان هم قدموا لنا الكشف المجاني. على كيف لو هي بالمجاني ونسكم كامل على الحملة. مختار أحمد تفضل. خالد عم يضغط. الضغط عندك ضغط؟ ضغطك بيوصل كام؟ بتاخد حاجة لك؟ اه خديه على مشاعر. نوع واحد ولا نوعين؟ نوع واحد. نوع واحد الصبح على الريق. نوع مظبط عليه من كام سنة؟ بتاعت خمس سنين. خمس سنين؟ اخر تحلل عملتها امتى؟ يعني خمس ست شهور. خمس ست شهور تحليل كامله؟ لا كامله ده كشف من الموضوع عادي على اطراف العلاج خلاص. طب هو ما فيش اعراض للضغط العالي دلوقتي خالص؟ ضغط الحبايه صح؟ ضغط الحبايه بس يعني في سكر ولا حاجه؟ لا ما فيش سكر. في سكر؟ انا اكتب لك علاج الضغط من هنا واحد قطره من عندنا عشان عينك حتى. ماشي السلام عليكم. السلام عليكم. كل سنه وانتم طيبين. ازيك يا دكتور؟ كل سنه وانتم طيبين يا دكتوره. تعبينكم معانا والله. زي ما وضحت لحضرتك هو المريض زي كده بيكشف لو محتاج معمل محتاج تحليل بيخش على معمل التحليل وبعد كده بيجي يشوف الروشته. تمام. الروشته بتجي لهم من هنا من الشباك زي كده من المرضى بيشوف الروشته وبيشوفها له على طول. الفيتامينات. الفيتامينات. بعد كده هنا هنخش على المسكنات. دي كذا نوع من المسكنات. اه ما انا شايف بقى كذا نوع من المسكنات. بعد كده هنا بنخش على الاقماع اللي هي الهوس اللي هي الاطفال المسكنات. هنا الفوارات معانا زي صيدليه متنقله في كل حاجه زي ما انت بتخش الصيدليه الدكتور بيفتح الدرج بتاعه بتلاقي كل حاجه احنا برضه نفس الكلام والله بتبذلوا مجهود جبار على ارض الواقع الحمد لله. ثلاث ايام او اربع ايام فهمنا ان في قافله طبيه مجانيه جايه قريه المعده. قريه المعده ديت 160 الف نسمه. الرقم كبير لذلك كان لازم نستعد لها استعداد كويس. بلغنا كل الناس. عملنا دعايتنا من خلال المساجد من خلال الكنائس من خلال ان احنا نبلغ الناس من خلال جمعياتنا من خلال مدارسنا عشان يفهموا ان في قافله طبيه مجانيه جايه تخدم قريه المعده. حمله بتستهدف جميع التخصصات لكن بالدرجة الأولى المفروض فيه يعني الاهتمام بالطفل الاهتمام بالأسرة كصحة المرأة وكده بالإضافة إلى طبعا ذوي الهمم والأصحاب الإعاقات طبعا توفير الأجهزة التعويضية والأمور اللي بإذن الله تساعدهم على ممارسة الحياة بتاعتهم بشكل طبيعي بإذن الله. شكرا. ألف سلامة. الله يسلمك. شكرا. نورتنا ليه النهاردة؟ الله يخليك. خشونة في البلاد يا كده وبعرف بقوم بالعافية وبتاع. أنت عرفت إن خشونة لوحدك يعني؟ ولا حد قال لك عليها؟ شفت قبل كده؟ أيوه كشفت. طب إيه المشكلة دلوقتي؟ المشكلة في ظهرك يعني. تمام. يعني ماشي. ألم ظهرك ده بادئ معاك في ظهرك ومسامع معاك في حتة ولا في ظهرك بس؟ في ظهره وفي رجليا. يعني بيسري معاك هنا في ركبتك؟ طيب ماشي. والناحية التانية؟ التانية. طيب الألم أنا قبل كده عامل حادثة وأنا عامل مركب شرايح هنا وفي دراعي هنا. تمام ماشي. ألم ركبتك شكله ازاي؟ بتحسهم بيحكوا في بعض؟ على قد ما نقدر يعني بنستهدف اكبر عدد ممكن من الاهالي. استهدفنا في اول يوم في قريه قوم المنصوره 3441 حاله وموازي ليها في كارت المؤسسيه في قصير العمارنه استهدفنا 2950 حاله وان شاء الله النهارده هنحاول نستهدف 10000 حاله في المركزين باذن الله. احنا بنستهدف القوافل الطبيه بعتنا كمان للوزاره ان جميع المراكز التي لم تشارك معانا في القوافل الطبيه المره دي بعتنا خطه كامله للوزاره ان شاء الله تشارك معانا ويبقى في ان شاء الله بدل المركز فيه 2 و3 و4 مشاركين ان شاء الله. كل اللي عليك طبعا انت معاك من الشباب والبنات تعالى كافي
عليك توزع لي في كل تخصص اثنين او ثلاثة بالكتير. انا موظف اثنين على البوابة بيستقبلوا الناس، وموظف اربعة بيغطوا التسكن للناس، واثنين جوا بيدخلوا الناس الكبيرة بيدخلهم لغاية العيادات للدكاترة، واثنين فوق مع الدكاترة بيدخلوا الناس بالواحد كده. كل حاجة ماشية تمام التمام. واهم حاجة اثنين على البوابة، الناس تمام. اللي هي بالكراسي، الناس اللي تمام كل حاجة موجودة، وكل حاجة تقدر تشرف عليها بنفسك. اتفضل دي. انا شايفة ان في تعاون مثمر وناجح وبين وزارة الشباب والرياضة وبين سواء كانت مؤسسة زايد، حملة بشبابها، جمعية رسالة، كل من ساهم في التعاون ده تعاون مثمر جدا وناجح وبناء زي ما حضراتكم شايفين كمية الناس والبشر كلهم من الفئات البسيطة اللي هي محتاجة فعلا تقديم الخدمة سواء كان كشف أو علاج بالمجان. تم الاتصال بينا بواسطة سيد مدير إدارة شباب أسيوط وتكليفنا بالحضور للقوافل الطبية اللي هي هتتنفذ في قرية قرقارس في المدرسة الإعدادية وفي قرية درونكا في المجمع الجمعية الشرعية. فحضرتك احنا كان تواجدنا التنبيه لأن احنا التواجد من الساعة 8 الصبح للإعداد والاستقبال الأهالي اللي هم جايين للكشف الطبي في القافلة الطبية. احنا دورنا معاون ليهم، لو في اي معوقات ولا في اي حاجه بتواجهه بيلجأ لنا، احنا بنتواصل مع مديريه الشباب والرياضه، لو في اي معوق بنزيله له ان شاء الله. خلينا ضعيفه جدا يعني قليله الاكل خالص. قليله ايه؟ الاكل جدا جدا. كويسين كويس ماشي وزنها 3 كويس. طيب انت تشتكي من حاجه بطنها؟ ناقص وجع ولا كان الفتره اللي فاتت كده بتشكي دايما تصحى الصبح تشكي بالمغص على طول الصبح قبل ما تصحى؟ اه دايما بس دلوقتي الحمد لله كويس. بتاخد الفيتامين ده مع لبن الجبنه بعد الغدا؟ يعني هنوقف المقليات شويه، ممنوع المقليات شويه. شرب الميه بقى، شرب الميه كتير مهم. الميه مثلا تاخد مثلا كوبايتين 5 مرات في اليوم، كوبايه مثلا قبل الصلاه وبعد الصلاه كده ماشي. بس بيبقى فيه شغل كتير جدا، احنا بنقعد شهر تقريبا كامل قبل الكامب ان احنا نجهز له، بنجهز الماتيريالز كلها، بنعمل انترفيوهات للمتطوعين اللي هيجوا معانا، بنعمل شغل ان احنا نقدر في الثلاث ايام دي نحط صوره كويسه للمجتمع المصري ازاي ان احنا نقدر نرفع من الوعي الصحي، وازاي ان احنا مش بس بنقدم دواء وعلاج للناس، لا احنا بنحاول ان احنا نقضي على الامراض. جهزنا الصيدليه بتاعتنا ان هي تبقى على اعلى مستوى بان احنا جبنا الطلبيات اللي احنا محتاجينها في القافله، عملنا اجتماعات لسائر اللجان من المعمل وتنظيم حاجه المعمل ان نقدر نجيب حاجه معمل كفايه ان هي تكفي 6 قوافل. على مستوى التوعيه عملنا التوعيه برنامج خاص للتوعيه ان هو يشمل توعيه الافراد، توعيه السيدات، توعيه الاطفال، توعيه الكوادر، وده جزء من التوعيه ان احنا بنحاول نسيب المعلومه الطبيه مع ناس في اهل القريه على اساس ان هو الكلام بتاعنا مستمر والخير مكمل، ان الناس تقدر تكمل في الخير. احنا مثلا وعينا ناس عن الضغط، يبقى اهل القريه هم اللي يكملوا ورانا، يكملوا في القافله استفاد منها مثلا 100 واحد، بتوعيه الكوادر دي ممكن الاستفاده توصل ل 10,000 واحد. فكره بجد بجد حلوه جدا، بحيي كل شخص تشارك فيها سواء من حمله بشبابها، شباب الرياضه، مؤسسه زايد، رساله، بحيي كلهم متعاونين جدا مع بعض، وان هم يوصلوا حاجه زي دي الكره فعلا ما كانش متوفر عندهم حتى مستشفى في المكان، يلاقوا الكشف مجانا والعلاج مجانا، والدكاتره كويسه جدا جدا، مش لدرجه ان هم عشان الحاجه مجانا فالدكاتره بتستهتر بيها، لا بالعكس بيدوا كل واحد حقه جدا. والحاجه اللي انا بشوفها قدامي والعلاج اللي بيتصرف هو فعلا موجود غالي، ده هيوفر عنده جزء يعوضه هو في حاجه ثانيه، واهم حاجه ان الشخص ما يكونش مريض، لو شخص مش مريض هيقدر ان هو ياكل ويشرب ويستمتع بحياه كامله، فده اللي هو بيتم توفيره في القافله. فحقيقي شكرا جدا لكل شخص قائم على القافله.